تلاقينا مع مصطفى الخصم. مصطفى الخصم السياسي المثير للجدل. مصطفى الخصم تداولت وسائل الإعلام بأنه ضرب شي ضربة خايبة، واحد جابوه كاو. واش إلا ضرب مصطفى الخصم غادي يجي كاو؟ أنا بعدا غادي يجيب لي كاو. شوف واش وقع عنده سي مصطفى. شتو وسائل الإعلام تيقولوا بأن مشيتي ودخلتي في شي واحد شي تقدر تضرب شي فاخ فاخ. هي ما ضربتوش، هي ما ضربتهاش. أما كون ضربتي وتما بقى الحمد لله ما كنضربوش. لا بالك، شكرا على العفوية ديالك سي مصطفى. أن تداولت وسائل الإعلام مجموعة ديال القصص أنك مشيتي هاجمتي فرقة قانونية، ضربتيه، أنك عنفتيه، أنك وليتي مفرع على مصطفى. الحقيقة ديال هذا الشيء اللي واقع، الحقيقة هي درنا الخدمة ديال القيادة ديالهم على الخير خصهم يديروا هذا. درنا حنايا باسكو ما بغيناش نشوفوا المدينة ديالنا مهمشة فين ما كنتي، ما كاينش ما كاين لا نظام لا والو. صافي الحال، خرجت براسي انا والمجلس، خرجنا باش نقيو شويه النظام. ما كاينش الدراسه فين ما كان، البراجه فين ما كان، الكراسي فين ما كان، ما عجبنيش الحال. خرجنا علمنا هذوك الناس قبل نهار قبل، علمنا كل شيء اللي خارج القانون علمناهم. قلنا لهم شوفوا لا تقتل، غدا غنجيو، ما بغيناش نجيبوا هذا الشيء. لا غدا زينا صبنا مازال شي وحدين دايرين الفوضى، هزينا لهم الكراسه، هزينا لهم داك الشيء اللي خاصني تهز. من بعد وصلنا على المول هذاك مول القهوه اللي عندنا مع المشكل، مي جينا كنهزوا له هجم علينا، هجم علينا، كيهبط لنا الكراسه الطبال اللي هبط اللي طلع لنا الكابي وهبطه، كيتباع بالناس اللي خدامين معنا. جيت انا كان كنشد الطابله وهو كيهجر، انا كنجر واحد الوقت طاح قدامي، ما عرفت باش طاح ضربوا شي جن، انا ما ضربتوش. هو تيقول بان واش انك حجزتي له غير بوحدو عزلتيه، اولا مشيتي سي مصطفى وانت داير الحمله ديالك؟ راه كاين البي بي ديال ذاك النهار بينا، قبل ما وصلنا عنده حزلنا اربعه القهاوي، حزلنا لهم الطبالي والكراسه وشي حوايج اخرين، عاد وصلنا لعندو. هاد الهضره حنا ما كان شوف، حنا بغينا احنا مع المواطن ماشي ضد المواطن. ما حد كيطبق القانون كيمشي معنا في الغرب حنا معاه، ما حد يبقى يدير لنا الخواطر ولا مدينه حنا ضده. هذا هو اللي كاين، حنا ما كنديروش، انا ما بقيتش كندير السياسه، انا وليت كنخدم البلاد. هذا هو الفرق بين السياسي وبين السياسه والخدمه. ملي كتجي باش تطبق تخدم البلاد وتزين البلاد وتنقي البلاد، ما تقدش دير السياسه، باسكو هذاك اللي كيغير القانون وكيدير الفوضى هذاك راه حتى هو كيصوت عليك. مي ما اللي ما بغاش يفهم ما عندي ما ندير بالصوت ديالو اللي غيخسر لي المدينه. مصطفى، هل تم الاستماع اليكم من طرف النيابه العامه والضابطه القضائيه في هذا الموضوع؟ غدا ان شاء الله راه عندنا تقديم انا وياه، حيت حنا دعينا وهو دار الشهاده الطبيه ولا شي كامل. هذاك هو الخاوي اللي انا ما كنعترفش به كاع، القاده راه غادير خدمتها وحنا البوليس داكشي كامل اللي خدام مع البوليس دي اس دي المخابرات كاملين راه دخلوا بهذا المشكل هذا وداروا خدمتهم، وكنتمنى داروها مزيانه. باسكو غدا غنعرفوا شنو كاين غدا ان شاء الله. غدا عندكم تقديم ان شاء الله في المحكمه ديال فاس؟ لا ديال صفرو. ديال صفرو؟ لا وي نعم. السي مصطفى، كيف تتنبا انت؟ واش عفوا الكل تيتساءل خويا مصطفى ديال الصداع، واش بالشق القانوني عندكم الحق انكم ديروا ذاك التصرف؟ بيان سور، كما كانت هذه الحق ما نديرهاش. القانون عاطيني الحق منا، لا هاد نورمالمون حنا سياسه، حنا في السياسه ما كنبغيوش نتناطحوا مع 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 المواطن، كنخليو كنعطيو الاوامر للقائد ولا الباشا باش يكادوا يديروا هاد الخدمه. هما ما خدامينش معانا خصنا نديروها راسنا، راه القانون عندنا الحق كله باش نطلبوا هكا. دخلتي للسياسه وتفاجئتي بزاف مصطفى. واش شفتوا هذا العالم اللي ما كنتش كنتمناه؟ مي حنا معاهم، ما تخممش الساعد. لا غادي. قالوا لي غادي تعيا وبغيتي تستقل. لا لا لا، شوف انا تابع الطريق ديال سيدنا الانترو، ومع التابع وغادي موراه ما نخافش. شكرا مصطفى.